بهذا الفيديو ان شاء الله رح اشرح لك تحديات الاسبوع السابع للسيزون الثالث كاملين، ورح اقول لك عن نظام بعض التحديات شلون صاروا، انك انت لازم يساعدك السكواد تبعك، وبعض التحديات اللي عم تنحذف. وان شاء الله رح اعلن عن اسم الفائز بشرح تحديات الاسبوع السادس ب10 دولار، ورح اعلن عن سحب جديد لشخصين بهذا الفيديو بنهايته طبعا مثل ما تعودنا كل مره. فاذا انت اول مره عندك تشاهد الفيديو على القناه، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس، تحط لايك وتكتب كومنت برايك، كل الدعم بالاتم شوب لو حابب تدعمني نيمو 9 اللي ظاهر امامك. فيلا مع بعض، فلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. خلينا نفوت على التحديات دغري حاليا واقول لك شو هن التحديات اللي عم تنقص وشو اللي عم يصير فيها مشاكل خلال الفيديو. اول شيء خلينا نفوت بالتحدي الاول. التحدي الاول مطلوب منك انك انت تفتح 7 شيست بمنطقه ريتارو، منطقه ريتال الزهره امامك، كل عليك انك انت تروح تفتح 7 شيست وانك انت تكون خلصت الموضوع. وبالنسبه للتحدي الثاني، التحدي الثاني بعد ما ظهرت معنا منطقه ستيربي اللي ظهر امامك بالخريطه، انا هاي الخريطه اللي عم بستعملها للمرحله الاخيره، راح استعمل هاي يصير ان شاء الله بالتحديات كلياتها. بتروح على منطقة ستيربي اللي ظاهرة امامك، كل عليك انك انت تزود 100 شيلد او تزود 100 هيل يلي انت بدك اياه. طبعا في البراميل بمنطقة ستيربي، بتروح بتكسر هدول البراميل، يا اما بتزود 100 شيلد يا اما بتزود 100 هيل، وهيك انت تكون خلصت التحدي بكل سهولة. وبالنسبة للتحدي الثالث، التحدي الثالث يا شباب اللي هو مطلوب منك تروح على منطقة ويبنجود اللي ظاهرة امامك بالخريطة، تروح تلتقط الحلقات العائمة. الحلقات العائمة هن هون عندي بالتحديات مكتوب واحد، بس هن فعليا 5 او 4. يا شباب هذا التحدي كل اسبوع عم ينزل معنا، وشركة فورتنايت عم تحسفه لانه عم يصير في جليتش بالنسبة للحلقات العائمة وبعض المشاكل. طبعا راجع التعليق المثبت تحت بالفيديو لو انشال هذا التحدي، انا رح اكتب لك انه انشال. فانا هلا رح اتركك مع مقطع صغير بورجيك جميع اماكن حلقات العائمة. بالنسبة للتحدي الرابع، التحدي الرابع يا شباب مطلوب منك انك انت تبحث عن 3 كرات غزل او 3 كرات قطن خاصة بالقط كيتي كورنر اللي ظهر امامك بالخريطة. كل عليك انك انت تروح لهنيك تاخذ الكرة القطنية او الكرة الغزل اللي بيقولوا عليها الخاصة بالقط. طبعا هنيك موجودة 3 كرات مثل ما واضح امامك، هي شكل الكرة، بس بدك تدير بالك هنيك الهنش من ايمون صاروخي، فانت لو كان لعبك مو كتير او مو محترف تقدر تجيب الجيم او تقدر هيك يعني. كل عليك انك انت تروح تتنكر وتروح تاخذ القطع اللي هن او الكور الغزل هدول. يا شباب هنيك الهنش من ايمون كتير قوي وكتير كتير كتير مستواهم عالي، فبدك تدير بالك تتليزر منهم لو انت لعبك على قدك او متوسط يعني. فانا هلا رح اتركك مع مقطع صغير بيورجيك الاماكن الخاصه بهدول القطع وتروح تجيبه.
وبالنسبة للتحدي الخامس يا شباب، التحدي الخامس مطلوب منك انك انت تروح تكسر 300 حجر بمنطقة ريبيد. منطقة ريبيد اللي زارها امامك بالخريطة قريبة على منطقة ليزي، هذا التحدي من عاد معنا من السيزون الماضي. كذلك انك انت تروح لهديك المنطقة وتكسر 300 حجر وهيك انت تكون خلصت التحدي. التحديات كلها عليها 35000 اكس بي. وهلا خلينا مع بعض ننتقل للتحدي السادس والسابع، هدول اثنين مع بعض رح نقول لهم التحديات السادس ما حنقول لهم السابع او شيء. هدول التحديات يا شباب الاثنين مع بعض، اول شيء مطلوب منك تقتل 5 اشخاص، والتحدي اللي بعده مطلوب منك تقتل 50 شخص. بس مثل عادة فورتنايت بتمحي تحديات، متوقع تمحي انك انت تقتل 5 اشخاص، هذا التحدي متوقع انه هي تمحيه. طبعا انت راجع التعليق المثبت رح تخلي التحدي اللي هو بيقول لك انك انت تقتل 50 شخص، ولكن هذا التحدي يا شباب بمساعدة الاعضاء اللي معك اللي هو مساعدة السكواد او الفريق اللي معك، كذلك انك انتوا تقتلوا 50 شخص كلياتكم من غير ما تعمل لهم مساعدة ومن غير ما تعمل لهم اي شيء. اوتوماتيك هذا التحدي لما انت تكون عم تلعب سكواد اوتوماتيك بينحسب وبيصير لحاله، مجرد ما انك انت تقتل شخص بينحسب الك ولصديقك. فانت حاول زين يا اما تيم رامبل مع سكواد، يا اما زين مع السكواد لو انت عندك سكواد بتلعب معه، وجيبوا 50 كيل مع الوقت، مو شرط بجيم واحد او جيمين، مع الوقت عادي. هيك انت بتخلص هذا التحدي. التحدي اللي مطلوب منك تقتل 50 شخص عليه 80000 اكس بي. خلينا ننتقل للتحدي السابع ما قبل الاخير. التحدي السابع ما قبل الاخير بيطلب منك انك انت تفتح 7 امو بوكس اللي هن 7 ذخيرة بمنطقة بليزنت بارك اللي ظهر امامك. سهل جدا التحدي، بتنزل لهنيك بتفتح 7 امو بوكس وهيك احنا بنكون خلصنا التحدي. بالنسبة للتحدي الثامن، التحدي الثامن بيطلب منك انك انت تقتل 8 اشخاص بمنطقة سويت ساند اللي هي منطقة الشاطئ اللي ظهر امامك. كذلك انك انت تروح لهنيك تقتل 3 اشخاص هيك انت بتكون خلصت التحدي. التحديات كلها سهلة وبسيطة، كلياتها عليها 35000 اكس بي. وانا هلا ان شاء الله رح اعلن عن اسم الفائز بمقطع تاني اللي هو باخر هذا الفيديو، رح اعلن عن اسم الفائز ونعلن عن جيف اوي جديد بالنسبه للقناه ولهذا الفيديو. بالنسبه للجيف اوي يا شباب، طبعا مثل ما تعودنا بكل فيديو تحديات عم بعمل انا جيف اوي لشخص، بس هلا حاليا رح يصير معنا نظام جديد بالنسبه للجيف اوي. قبل ما اعلن عن اسم الفائز رح اقول لك شو هو الجيف اوي الجديد اللي انا عامله عندي بالقناه. اول شيء يا شباب الجيف اوي الجديد رح يكون لشخصين ان شاء الله. شروط الاشتراك بهذا الجيف اوي، كل عليك انك انت تحط لايك، تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس، وتحط كود الدعم بالايتم شوب نيمو 9، وتكتب لي تعليق عشوائي لحتى انا اقدر اسحب على اسمك بالنسبه للتعليقات. طبعا يا شباب انا بالنسبه للسحب شو بعمل، باخذ الرابط بالنسبه للفيديو لو انت جديد عندي بالقناه ما بتعرف هذا الشيء، وبحطه بهذا الموقع. هذا الموقع بفلتر وبيعطيني بالنسبه للتعليقات، التعليقات مثل مظهر امامك 129 هن التعليقات اكثر من هيك، ولكن في اشخاص بتعلق 10 تعليقات او 20 تعليق، فهذا الموقع لحاله بفلتر. طبعا هذا الشيء طبيعي. فيا شباب انا هلا رح اعلن عن اسم الفائز، مجرد ما ادوس اسم ستارت او اكتب على ادوس على كلمه ستارت يعني عفوا. فتمام بالنسبه للاشتراك، بالنسبه للجيف اوي القادم، كل عليك انك انت بهذا الفيديو لايك، اشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس، تكتب كومنت عشوائي وكود الدعم بالايتم شوب نيمو 9. فانا رح اسحب لشخصين كل شخص 5 دولار بالنسبه للمقطع القادم لشرح تحديات الاسبوع الثامن ان شاء الله. وهلا رح اعلن عن اسم الفائز بالنسبه لهذا الفيديو، وبالتوفيق يا رب للجميع، وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ويلا مع بعض. ألف مبروك عليك يا غالي اللي اسمه بلال اكس جيمز، ألف مبروك عليك يا غالي، التعليق فوزني ما عندي بطل باس، يا رب أفوز، أحبك يا أسطورة اليوتيوب، تحبك العافية يا رب. وإن شاء الله هلأ بالنسبة للناس الجديدة كل عليك أنك أنت مثل ما حكينا بالنسبة للسحب القادم، السحب رح يكون بسيط جدا ومثل ما حكيت شروطه سهلة جدا، وهذا هو الشخص اللي ربح معنا العشرة دولار. إن شاء الله الفيديو القادم رح يكون لشخصين كل شخص 5 دولار مثل مزارع أمامك. هاي هي بلال إكس جيمز إكس مدري شو بلاك جيم، وهم هذا هو. ألف مبروك عليك يا غالي، وبتمنى تكتب تحت بالتعليقات هيك شو رأيك بهذا السحب، وشو رأيك انك انت فزت ال10 دولار، وشكرا لك اذا كملت مقطع الاخر، وبرعاية الله.